الله يصبحكم بالنور والسرور. اليوم مودعين مدينة بوكفيل ومكملين رحلتنا داخل مدن أو بعض مدن أوكرانيا. الأجواء اليوم في بوكفيل غائم جزئي وفي شمس، احتمال يكون فيها أمطار حسب الطقس قبل العصر وبعد العصر خفيفة، لكنه يوم جميل للتمشية في بوكفيل. عندنا بس زيارة البيت المقلوب وبعدها إن شاء الله مكملين رحلتنا. مطعم قيصر في بوكفيل، طبعا هو مطعم ما هو بعربي، هو مطعم أوكراني تحت التلفريك، في وجبات حلال وفي وجبات حرام، حنا صراحة ما جربنا. كذلك في السنتر تحت النهر في الجهة المقابلة للتلفريك موجود سوق شعبي ممتد محلات، ممكن موجود أكثر من 50 إلى 70 محل تقدرون تتقضون منها، خاصة للشغلات اللي موجودة هنا كلها شعبية. هذه من بعض التحف أو الأشياء المعمولة يدوي من الدبابات والطيارات والهليكوبترات، التحف الجميلة للبيع كلها. الأواني الأوكرانية ممتازة ومشهورة ومعروفة حتى للطبخ، وهذه من بعض التصاميم الجميلة للأواني الأوكرانية، الكاسات، كاسات شرب الشاي والموية، وفي بريق شاي مثل هذا سعره يمكن حوالي 300 قرفل، يعني ما يعادل 25 ريال. شوفوا هذه اللي هي دوالك ماء، وبريق ثانية، والصحون، حافظات الطعام. كذلك في نفس الشارع موجود كافيهات وموجود محل كروسان، لو أحد يجي يفطر هنا يفطر فيه، احنا متوجهين الآن بنفطر فيه إن شاء الله. طريقة الشاي عندهم علب الشاي، طبعا هذا شاي أسود هذا نوع وهذا نوع ثاني. الغالب عندهم الكروسان حلال، فقط ثنتين بس، واحدة خنزير واحدة لحمة، الباقي كله حلال. على فكرة يا أخوان، بعض المقاهي والمطاعم هنية يدرون أن الخنزير حرام والشراب أنه حرام والمسلم ما يشرب كحول ولا يأكل خنزير، فصار عندهم خلاص برمجة عارفين كل شيء. أول ما يجيهم واحد عربي ومسلم يقولون له هذا لا وهذا يعني هذا حرام وهذا حرام. هذا فيه كحول هذا فيه خنزير، يعني عارفين يعلمونك مباشرة. خذنا كوب شاي لبتون وهذا الكروسان حطينا بالميكروويف والحرارة والجبن والطماط والخس، أفضل ما تفطر نية في أوكرانيا الكروسان. الدولار في بوكفيل سعر الصرف 26.60، وفي لفيف وكيف 27.15، يعني في فرق. لو تصرف مبلغ واجد تصرفه من كيف أو لفيف وان جاي أحسن لك، وإذا صرفته منه يا ما من يعني هذاك الفرق الواجد، حول 70 جريفن في 100 دولار. هذا زبلاين بس شكل نوع ثاني، في اثنين تطلعون مع بعض عادي في السنتر نفسه. إذا ما عندك بوكينج فهذا هوتيل بوكفيل، الريسبشن تقدر تستاجر عن طريقهم الأكواخ والغرف، ارفع الشاشة بتوصل للموقع. يا أبو ناصر البيت المقلوب على مدخل مدينة بوكفيل عند الأسواق الشعبية هذه، وهذا هو الطريق اللي دخلك على بوكفيل. قيمة الدخول 150 جريفل للشخص. الباب مفتوح للجميع. والله ما ادري وش اللي فيه من اللي ما فيها الورعان هذه وطلعت على انا. بدر غريبة بدر. انت ما تبقى قالب من عدل. لازم تنقلب. تعال تعال على تك هنا يا بدر. تك هنا يا بدر. طاولة الطعام وحتى التلفزيون مقلوب عنده. وهالكنب. السرير. اي والله عطنا منديل. تحت البيت المقلوب فيه متحف، تقريبا متحف حربي، في أسلحة طبعا حقيقية لكنها غير صار على استخدام أو أنها خربانة. جميل، واضح أنه مكان عسكري أو مخبى عسكري يعني وما شابه ذلك. فيه المطعم والجلسة وغرفة العمليات والاتصال.
هذا أقرب ما له أنه السجن، أنه كله كلبشات، كراسي تعذيب. بدر قد على الكرسي هذا مسري. أسف أنك تقول إيه بدل. هذه موجودة بعد، موجودة عندنا عند البيت المقلوب، بناخذها على ميت غريفن، يجيك عناكب وديناصورات. على فكرة الشعب الأوكراني راح يحب السياحة ويحب التمشي ويحب يدخل الأماكن السياحية بكثرة، لو تلاحظون كثير منهم يتمشوا مع أطفاله. حنا باتجاهنا إلى مدينة تشيرنفتسي، وهي تبعد عن بوكافيل لحدود 3 ساعات بالسيارة، مسافتها حدود 200 كيلو. وصلنا إلى مدينة تشيرنفتسي، الأجواء مشمسة ودرجة الحرارة 26. الأخوان اللي في بوكافيل محتاجين دافور، محتاجين قزم، محتاجين موقد، أي شيء يتعلق في الغازات الله يجزاه خير. واحد راح الموقع وعطانا الرابط وصور حتى الصورة، أحط لكم الرابط موجود الحين في السناب، هذه ترفع مباشرة بيحولك عليه، وصورة بعد المحل اللي يبيع. المدينة هي مركز ثقافي رئيسي في القرب الأوكراني، ووجهة سياحية لمحبين التراث والتاريخ، وموجود فيها مركز البحوث العلمية. وحنا في الطريق نمشي هب علينا ريح الشمال السعودي، وريح الخزامة جاتنا قلت حنا وين، في سمودة ولا في رفحة؟ تختلف يا رجل المسميات وتختلف الأشكال، ولكن تبقى الريحة ريحة خزامة. شوفوا النحل عليها. تذكرني فيها بدر هذا. وش تذكرك فيه؟ تذكرني طال عمرك بالشمال، يا منها طاح المطر والخزام جت على سامودة وعلى رفحة. يزي ريحتها. الموقع في السناب، ترفع الشاشة مباشرة بحولك عليه، اللي بيمره ولا بيمر من عند المدينة ما أخذ 5 و10 دقائق. لو أني حصلت عسل عندهم يبيعونه من الناحية اللي موجودة هنية كان أخذتها، لكن للأسف ما هو موجود. وصلنا إلى حديقة صنفالي في مدينة تشيرنفتسي. طبعا هي حديقة صغيرة، فيها حديقة حيوانات مصقرة، وفيها بحيرة، وفيها أماكن للشواء، وفيها مطاعم، وفيها مقاهي، وفيها كذلك ألعاب. الموقع هذا موجود، إحنا بنتمشى فيه ونأخذ فيها جو. ايوه هذا زير الاسد. اسمع والله يا النمر هذا، قلت لنا وما بيننا وبين حامل يتعشان الليله، مجوعينا يا ويلي علينا. ولا في معلومه مغلوطه عند اكثر الناس، يقول لك النساء في اوكرانيا اكثر من نسبه الرجال بشيء كبير، وهذا غير صحيح. آخر إحصاء عدد السكان في عام 2018 كان عدد السكان من النساء 53.5 مقابل 46.5 من الرجال. عدد السكان في أوكرانيا 42 مليون. البعض يقول لك كل 10 مليون من السكان 9 مليون نساء و1 مليون رجال، وهذا غير صحيح. صحيح أن أوكرانيا خسرت كثير من الرجال بسبب الحروب خاصة مع روسيا، لكنها ما توصل عدل الدرجة والنسبة اللي يذكرونها الناس. استقلت أوكرانيا من الاتحاد السوفيتي بعد تفككه عام 1991. مطل جميل في الموقع اللي حنا فيه، هنا في هوتيل على البحيرة، يمديك تستاجر أتوقع أنه ما يتعدى 1000 غريفن، يعني 120-130 ريال. بعض الشوارع عندهم تلاحظونها بالشكل هذا من الطوب، ما هو من الزفلت. ليش؟
السبب عشان الثلوج إذا جت الزفل تزلق الكفرات معها وتسبب حوادث، ويحطون الطوب عشان ما تتزلق. الليلة والله هي بيلها مثل اللي على هالفلتر مكتوب كابست الغايب من شيطانها على هالدجاجة السمينة. هذه ترتيبات عشان تنبيه يا أخوان، بعض الشقق على النظام القديم عندهم الموية الحارة إذا حطيت الحرارة يشتغل على غاز. شوف الحين لو شقلناه، شوف كيف الغاز يشتغل لنا داخل. طفه حطه على البارد يشتغل بارد معك عادي على الغاز، يعني الحرارة عندك على غاز. هذا النظام القديم، فيمكن واحد حصل معه هذه ولا شيء يكون عنده علم فيها وينتبه منها. ننزل البهارات، الحب، دارسين وكزبرة ورق الغار. خليه بس لين يتغير معي لون البصل. ننزل مع الثوم والزنجبيل. ننزل الدجاج ونخليه لين بس يعطينا لون نفس لون البصل اللي نحبه. ننزل على الماء الحار وبخليها تطبخ 25 دقيقة. الرز عندي عنبر وبخليها منقع في ماء دافي 25 دقيقة لين يستوي معي الرز، عفوا الدجاج. ننزل الرز ونخليه ربع ساعة على نار خفيفة. كل اللي طاح هذا ترى بنشيله وبنحطه في القدر، ما هو ضايع شيء. الله يعافيك. والله يا الكبسة اللي مدخنة، إن مالنا غناتنا عنها، حد مع الفلفل الله يجعل عافيتنا عليه.